حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، والحين بنشوف معاكم تقرير عام عن بطولة السوبر جلوب اللي تعد الأهم من نوعها على صعيد اللعبة في العالم. نتابع التقرير نرجع لكم. تعد بطولة العالم للأندية أبطال القارات سوبر جلوب واحدة من أهم بطولات هذه الرياضة، إذ تجتمع من خلالها أفضل أندية كرة اليد على مستوى العالم، ويعكس استضافة الدوحة للبطولة للمرة الخامسة على التوالي مدى جاهزية الدولة والثقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الرياضي الدولي لاستضافة بطولات بهذا الحجم. وتعتبر هذه النسخة علامة فارقة في تاريخ استضافة الدوحة للبطولة، إذ إنها بمثابة حدث تجريبي قبل استضافتها منافسات بطولة العالم لكرة اليد مطلع عام 2015، بخاصة أن بطولة العالم للأندية أبطال القارات تقام منافساتها على أرض مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد الذي تزامن افتتاحه مع انطلاقة البطولة، والذي سيكون أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم. التنظيم الملفت الذي شهدته البطولة جذب الكثير من المشجعين من عشاق هذه الرياضة، ما انعكس على أداء الأندية الثمانية المتنافسة، حيث شهدت مجريات المباريات ندية وإثارة قوية. ومن بين الأندية الثمانية المشاركة في البطولة من مختلف بلدان العالم، مثلت ثلاثة أندية دولة قطر، وهي نادي الأهلي التي وجهت له دعوة للمشاركة، والسد كونه مستضيفا للبطولة، بالإضافة لنادي الجيش المتوج ببطولة آسيا لأندية كرة اليد، إلى جانب أندية برشلونة الأسباني بطل النسخة الماضية، وفليسنبرغ بطل أوروبا، ونادي توباتيها البرازيلي بطل الأمريكيتين، بالإضافة إلى نادي الترجي التونسي بطل أفريقيا، ونادي جامعة سيدني بطل أوقيانيا. وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة ما مجموعه 750 ألف دولار، من ضمنها 400 ألف دولار للنادي المتوج باللقب. مع اقتراب بطولة العالم 24 لكرة اليد للرجال التي تستضيفها قطر في 2015، تتواصل جهود اللجنة المنظمة للبطولة لتخرج بطولة العالم في صورة مشرفة بإذن الله لدولة قطر. نعم يا خالد، مشاهدينا الكرام، حول آخر جهود اللجنة بشأن تجهيز الملاعب والمنشآت التي ستستضيف البطولة، معنا في الاستديو المهندس فهد اليافعي رئيس لجنة المنشآت باللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2015. يا مرحبا وسهلا بكم معنا يا ابو خالد. يا هلا بحالك. يا مرحبا بك. مرحبا وسهلا بك ابو خالد، وشرفتنا في قناة الريان. ما قصرت، واشكركم على استضافتي اليوم في برنامجكم المتميز. حق واجبنا. لا شكر على واجب. احنا بنتكلم اول شيء ابو خالد عن جهودكم اللي انتم بذلتوها، يعطيكم العافيه عليه، هذا اولا، وبعدين ايش الملاعب اللي بتستضيف البطوله؟ طبعا مثل ما ذكر اخوي محمد جابر في التقرير السابق، احنا استلمنا الحين صاله مجمع الاتحاد القطري لكره اليد في منطقه دحيل. استلمنا في 1/9/2014، وعندنا الصاله الثانيه هي صاله نادي السد، اللي هي احدى نادي السد، صاله السد. بتنتهي ان شاء الله في نهايه شهر سبتمبر، الشهر الحالي نستلمها إن شاء الله بإذن الله. بتكون جاهزة للعمليات والتشغيل. وعندنا طبعا الصالة الرئيسية، اللي هي الصالة الرئيسية للبطولة، صالة لوسيل على خط الشمال الساحلي. نعم. هذه إن شاء الله بتنتهي في نهاية شهر نوفمبر 2014. نعم بإذن الله. إن شاء الله. يعني عندنا كم عندنا ثلاث صالات. نعم. كلها انشئت لغرض البطولة. ثلاث صالات جديدة. جديدة. نعم. كلها. نعم كلها. نعم. تم تصميمها لمراعاة، طبعا هي متعددة الأغراض. هي سوف تستخدم إن شاء الله في المستقبل في كرة اليد، كرة الطائرة، كرة القدم، الصالات. نعم. نعم. حتى عندنا في السد
تحول الصاله الى ايس رينج فيها الهوكي الجليد يقدرون يلعبون فيها. في شفت المدرج يتحرك؟ نعم هذه كلهم فيهم لان تختلف قياسات الملاعب على حسب اللعبه، فانت على اي لعبه تقدر تلعب عليها. نعم الله يوفقكم ان شاء الله. ايش رايكم نطلع تقرير نشوف لوين وصلت مع مشاهدينا الكرام؟ مشاهدينا الكرام نطلع تقرير معاكم عن المراحل المتقدمه اللي وصلت اليها اللجنه العليا المنظمه للبطوله في الاستعدادات الى احتضان مونديال كره اليد الذي سيقام للمره الاولى في دوله قطر، تم الانتهاء من معظم المرافق المخصصه لاستضافه هذا الحدث العالمي. نشوف التقرير ونرجع لكم. تشكل استضافة قطر للنسخة 24 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 15 من يناير إلى 1 من فبراير لعام 2015 تحدياً جديداً واستحقاقاً تحرص الجهات المعنية على إظهاره بأبهى صورة. واستعداداً لهذا الحدث الرياضي الكبير تم إطلاق عدة مشاريع لإنشاء ملاعب ومجمعات رياضية بمواصفات مميزة وفق أعلى المعايير الدولية. من هذه الملاعب صالة لوسيل المتعددة الاستخدامات والتي تقع في شمال الدوحة قرب حلبة لوسيل الدولية. تتسع هذه الصالة ل 15300 متفرج وتبلغ مساحتها الإجمالية 45000 متر مربع، تضم ملعبا رئيسيا وملعبين للتدريب تتطابق جميعها مع مواصفات وتوصيات الاتحاد الدولي لكرة اليد. يمكن لهذه الصالة أن تستضيف بطولات كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، كما يتم إجراء الدراسات من أجل تحويلها أيضاً إلى صالة متخصصة في استضافة الأنشطة الترفيهية على مدار السنة. ومن الملاعب التي يجري إعدادها لاستضافة البطولة أيضاً صالة السد الرياضية التي تتسع لسبعة آلاف وسبعمائة متفرج، تصميمها الخارجي ذو شكل مقوس مفعم بالحيوية ويبلغ إجمالي مساحتها 16000 متر مربع، تضم الصالة ملعباً رئيسياً وملعبين للتدريب. يمكن لهذه الصالة أن تستضيف منافسات كرة اليد والكرة الطائرة وتتميز بإمكانية تحويل أرضها لتصبح ملعباً لهوكي الجليد بمدة لا تتعدى 48 ساعة. أما المشروع الذي تم إنجازه بالكامل وافتتح في 7 سبتمبر هو مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد الذي يتسع لخمسة آلاف وخمسمائة متفرج، بالإضافة إلى مقاعد رئاسية مميزة تبلغ مساحة الصالة الإجمالية 30000 متر مربع، تشمل على مناطق طبيعية ونموذجاً معمارياً مائياً. تضم الصالة ملعباً رئيسياً وملعبين للتدريب بمواصفات دولية ووفق توصيات الاتحاد الدولي لكرة اليد، إلى جانبها أماكن مخصصة لاستضافة الفرق تضم 60 غرفة نوم ومطاعم وغرف جلوس، كما تم تجهيز المبنى بمركز طبي وقاعة مخصصة للإعلام ونادي رياضي وحوض سباحة، إضافة إلى صالة لكبار الشخصيات. شفنا زي المشاهدين هذه الصروح الرياضية صراحة المميزة. لو بنتكلم بخالد عن أهم مميزات وخصائص الملاعب اللي بتستضيف هذه البطولة، ملعب السد، صالة لوسيل متعددة الاستخدامات، ومجمع الاتحاد القطري لكرة اليد. نعم هو بالنسبة للصالات كلها تقريبا طبعا هي أولا مطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحادات الدولية الأخرى لإقامة الألعاب. يعني إحنا إذا نبي نقيم فيها أي لعبة إن شاء الله تتحول ظرف يوم يومين إلى اللعبة اللي بتلعب فيها. مثل شنو غير اليد؟ طائرة، عندك سلة، عندك صالة اللي هو كرة القدم للصالات، نعم، عندك هوكي الجليد بالنسبة للسد، نعم. وحتى أنت تقدر تستخدمها كصالة هي متعددة الأغراض، تقدر حتى تستخدمها لاحتفالات، عروس، عندك حفل كبير، يعني عرضة. ما عندك مشكلة، ما عندك أي مشكلة، هي جاهزة لاستقبال يعني جميع الاستخدامات، بالإضافة أن جميعها تتوفر على
صالات إحماء تسخين وصالات تدريب جيم. بالنسبة لمجمع الاتحاد عندهم مسبح أولمبي موجود عندهم هناك لتمارينهم، يعني ما يبي لك اللاعب، هي يعني كلها صديقة للاعب المنشآت والمشاهد. نعم يعني تم استخدام مثل ما تقول صديقة للبيئة في نفس الوقت، أكيد إن شاء الله يعني أنها تكون صديقة للبيئة. نعم نعم. خالد إحنا والله الحمد نتميز بتراث جميل جدا، والكل الحين قام ياخذ الطابع التراثي حتى في التصاميم من جمالية التراث. هل حاولتم تدخلون التراث القطري في تصاميم كل هذه الملاعب؟ والله إحنا نشوف، إحنا إذا تلاحظ صالة لوسيل هي مستوحاة من العمارة الإسلامية. جميل. فيها القبب وبالإضافة إلى فيها الزخارف الإسلامية. حلو. حتى نظام العمارة الموجود فيها يعني ماخذين فيها في عين الاعتبار العمارة الإسلامية، طبعا محدثة وليست يعني مثل ما تقول نعم. عمارة إسلامية بحتة، ماخذين منها بعض الإيحاءات. نعم. والتراث مأخوذ فيه في جميع المنشآت اللي عندنا. نعم هذا تراثنا القطري اللي كلنا نعتز ونفتخر فيه. بخالد يمكن يعني تكلمنا عن البيئة أن تكون هي صديقة للبيئة. صحيح. لو بنتكلم عن هذا الشيء بتفصيل أكبر، شلون هي هذه الملاعب أو هذه الصالات محافظة أو تساعد على الحفاظ على البيئة أو صديقة للبيئة؟ نعم. شوف أخي خالد، إحنا في التصميم في تصميم المنشآت تم تصميمها لكي تكون صديقة للبيئة، يسمونها الأبنية الخضراء Green Buildings. نعم. الكونسبت مالها او الفكره مالتها هي الجرين بيلدينج، بالاضافه ان عندنا صاله السد ولوسيل ماخذين 3 نجوم على اللي هو يسمونه جيساس اللي هو التقييم الخليجي للاستدامه. فهي ماخوذ في عين الاعتبار فيها. طبعا احنا عندنا نسبه التوفير في الكهرباء وصلت الى 34 الى 35% عن المعدل الاساسي، لنستخدمه أشياء استثنائية في الإضاءة، غير أن احنا فيها مساحات كبيرة من الإقزاز اللي يخلي الإضاءة يعني خلال أكثر. الصباح إلى العصر ما تستخدم فيها الإضاءة، ما تستخدمها. وهذا طبعا غير العزل عشان التكييف والحرارة ما تدخل، عارف احنا ما نبي الحرارة تدخل عندنا. نعم. في الدول الأخرى يبون الحرارة احنا العكس، فمعزول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فمثل ما قلت لك احنا ماخذين 3 نجوم، غير انه عزك الله مياه المجاري ومياه الأمطار يتم استخدامها لسقي النباتات والزرع. نعم. بالإضافة ان احنا عندنا محطة معالجة المياه الرمادية يسمونها Grey Water Treatment اللي هو عبارة عن مياه المغاسل والمياه اللي ما توصف وايد تتم معالجتها مثل ما تقول بطريقه كيميائيه، تستخدم ك تعاد مره ثانيه الاستخدام ك ليش للشرب لكن غسيل سقايه زراعه مثلا. نعم سقايه زراعه. بس خالد انت تقول يعني نجمع مياه الامطار وهذه المياه اكيد داش هذا في التصميم، بما انك انت مهندس 100% داش هذا في تصميم المبنى نفسه. صحيح. لتجميع مثلا تجميع مياه الامطار. صحيح. شلون تجمعونها؟ هذا طول العمر عندك مجاري. يعني أنا فضول مني أسألك السؤال. لا بالعكس يا أخي بالعكس، يعني هو إن عندك مجاري الأمطار كلها تروح إلى خزان. يعني في مجاري أمطار. نعم مجاري في أمطار في المبنى نفسه. مفصولة عن مجاري الله يعزك الصرف الصحي. هذه الحالة وهذه الحالة وهذه المياه الأمطار تجمع في تانكات تخزين لها طريقة تنظيف. فلترة لأن تدري أنت تجي معها أعشاب وتجي معها الأوساخ والرمال وهذه، وهذه تستخدم تعاد استخدامها في كسقاية يعني الماء المطر يسمونها القطر يسمونها غدير. صحيح. يعني إذا أنا بغديرني عندكم حياكم الله. بس معالج اللي لا نعطي قبله تعال. إيه نبي غدير قبله تعال. مع شوية طين. مهندس فهد لو نتكلم الحين على ملاعب ما شاء الله عالمية بمقاييس عالمية وتستضيف أيضا بطولات عالمية، شو ممكن هالملاعب تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030؟ نعم شوف أخوي أحمد، ها بالنسبة لصالاتنا وجميع المنشآت الرياضية في دولة قطر، توجه الدولة هو إشراك المجتمع في الرياضة. يعني أنت كمنشأة رياضية عندك في منطقة لوسيل وعندك واحدة في منطقة الدحيل وواحدة في منطقة السد، كلها مناطق تعتبر كثافتها السكانية عالية، ومن ضمن المشروع احنا مسوين يعني ممشى للناس، العاب للاطفال،
تقدر تشترك يعني في ألعاب حتى هناك تقدر مثل ما شفنا احنا في اسباير وهذه ومفتوح للجميع. احنا هذه يؤدي الى زياده نبي زياده يعني اشراك الناس والسكان اللي حول المناطق انهم يستفيدون من الخدمات الرياضيه، لان الناس اول تدري نادي يحذى بيتك لكن هو حق اللاعبين حق اللاعبين فقط، الحين ما صار هذا مفتوح للمجتمع. حتى احنا نرحب في الجماهير، تعال مو بلازم حتى تمشي، تعال اقعد، يعني عندك مناطق خضراء ويعني شغل متعوب عليه. فهذا يعني يحقق الرؤيه اللي هي زياده مشاركه المجتمع في الرياضه والنشاط البدني. مثل ما تعرف انت اتوقع عندكم اليوم بعد فقره عن الحميه وما حميه والاشياء، نقص الوزن احمد يبي ينقص وزنه، انا والله بعد انت احمد انا زياده لياقه بس يعني بس يعني بدينا نشوف لله الحمد تطبق هذه الاهداف في بعض النوادي. عندنا بعد نادي لوسيل للرمايه فيه مساحات خضراء تقدر تجي انت وهلك تقعد فيه، نادي الجولف، يعني في نوادي عديده يعني بدات تطبق فيها، توجه جيد يعني بالنسبه لي. لكنه بنتكلم مهندس عن ابو خالد عن يعني بالتفصيل اكثر، يعني انا مثلا بيتي جنب هذه المنشآت اللي موجوده، شلون اتوجه للمنشأة نفسها؟ في ناس موجودين، شلون انا اسجل معاهم؟ شلون انا اقدر ادخل في الدورات؟ هل يقيمون دورات او شيء؟ كيف يعني؟ شوف اخوي خالد، انت لو تلاحظ الحين جميع المشاريع الجديده للجنة الأولمبية ولجميع القطاعات الحكومية اللي تهتم بالرياضة، صار ما عندنا شيء اسمه سور خارجي. يعني في السابق تشوف المنشأة الرياضية عليها سور من برا ولازم تدخل من الباب الرئيسي. صح. الحين صار اللهم مناطق اللعب اللاعبين والمختصين هاي لها سور أو لها باب خصوصية الحال هنا. لكن أنت عندك المساحات مفتوحة، عندك الممشى، عندك الدراجات الهوائية إذا تبي، عندك ملاعب تدريبية حق الريش اللي تنس الريشة، تبي تلعب كرة قدم، تبي تلعب أي شيء، هذا مفتوح بدون أي تسجيل، بدون أي شيء. طبعا احنا هالكلام الى منتصف الليل، بعد منتصف الليل احنا ما نسمح، لان تدري صحيح يعني عشان حتى ما نزعج الجيران والناس اللي حول المنطقة. لكن بشكل عام انت عندك المكان مفتوح، ما يبي لك اشتراك ولا شيء، لان في ناس متى يعني يحس انه لو عليه التزام ما يحب انه يتابع في الرياضه او شيء عشان يجي على راحته وتوايبي. عندك بالاضافه ان انت عندك من اداره الشؤون الرياضيه في اللجنه الاولمبيه تقدر تروح، وفي جميع الانديه تقدر تشارك في الجيم طبعا باسعار رمزيه جدا، يعني ما تجي اي ما تقارن باسعار الجيم والصالات الرياضيه الخارجيه. صح. بعض النوادي فاتحين صالات الجيم انك تجي تتمرن حتى بدون لا رسوم ولا شيء، حتى لو ما كنت من اهل المنطقه نفسها. والملاعب مفتوحه انك تبي تلعب رياضه او انك تركض او شيء، او انك حسيت تشارك بتمارين النوادي نفسها. صحيح. نعم. المهندس فهد اليافي رئيس لجنه المنشآت باللجنه المنظمه لبطوله العالم لكره اليد للرجال 2015، الله يعطيك العافيه وشرفنا بتواجدك معنا. الله يعافيك. وشكرا لتلبيتك دعوتنا وشكرا على جهودكم. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا أبو شكرا يا ابو خالد، سلم على خالد ان شاء الله. اهم شيء السمي. اهم شيء. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقه ايضا بيكون معنا الاخ عادل الانصاري بيعلمنا عن مبادره شبابيه لتخسيس الوزن. نعم، وبعد الفاصل بنتابع. مشاركه اكثر من 120 مدرسه في اللقاء التعريفي للبيرق، انتظرونا.